أيضا الاجتماع السنوي لمنتدى كرانس مونتانا والمحور الأساسي إفريقيا والتعاون جنوب جنوب، دورة للنقاش بين أصحاب القرار والخبراء. جوهرة جنوب المغرب تستعد لخلق الحدث الإفريقي ما بين 17 و22 من شهر مارس المقبل. المزيد في تقرير الزميل محمد فاضل أبو الحسن. بعد مرور سنة من تنظيم دورة مماثلة تميزت بحضور شخصيات عالمية من عالم السياسة والمال والأعمال، تستعد جوهرة الصحراء مدينة الداخلة لخلق الحدث الإفريقي ما بين 17 و22 من مارس المقبل. القرار جاء على لسان الرئيس الجديد للمنتدى بييغ إيمانويل كيغان في معرض تقديمه لدورة الداخلة، حدث كبير يرى منظموه أن مدينة الداخلة تشكل تجربة فريدة لنجاح حكامة ترابية قائمة على تصورات ومقاربات متجددة، فهي نموذج بالنسبة لإفريقيا. ويضيف رئيس المنتدى أن انعقاد دورة هذه السنة هو احتفاء من المنظمة المحتضنة للمنتدى بالقارة الإفريقية في روح من السلم والشراكة الإفريقية الإفريقية والتنمية المشتركة والحكامة الجيدة. يرى خبراء حضروا دورة السنة الماضية أنه ليس من باب الصدفة أن يقع الاختيار على مدينة الداخلة لاحتضان مثل هذا المنتدى القاري والدولي الهام، بل قرار المنظمين هذا ينبع من الرغبة في النهوض بأقطاب الاستقرار والازدهار في فضاء إقليمي يتهدده عدم الاستقرار والإرهاب والانفصال. مدينة الداخلة إذن على موعد قبل شهر واحد من مداولات مجلس الأمن حول ملف الصحراء إثر انتهاء مهمة بعثة المينورسو ما تم أبريل القادم، مع احتضان أحد أهم منتديات الفكر والحوار والتداول حول قضايا القارة السمراء والنقاش بخصوص مستقبلها ومستقبل شعوبها. أزيد من 800 مشارك من رؤساء حكومات ووزراء وخبراء حضروا دورة السنة الماضية بالداخلة جنبا إلى جنب مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والنشطاء المدنيين، كلهم في ضيافة سكان الداخلة المعروفون بكرمهم وبجمالية طقس مدينتهم واستقرار أمنها والتطلع كل فعالياتها إلى جعلها قبلة الاستثمارات ومحطة المبادرات الوطنية والدولية. منتدى كرونس مونتانا كفضاء للقاء والتشاور يضرب موعدا إذن لكل المشتغلين على موضوع التعاون جنوب جنوب الذي لا يمكن تحقيقه دون تحقيق السلم والاستقرار في المنطقة. ولهذا فإيمان المنظمين برجاحة قرارهم هو إيمان بتوفير المغرب لضمانات النموذج التنموي القوي والواعد الذي وضع أسسه جلالة الملك من أجل تعاون جنوب جنوب متضامن ويعود بالنفع على الجميع. في أخبار المجلس المنتخب، افتتح المجلس الإقليمي بإقليمي مشغل دورته العادية الأولى برسم شهر يناير للسنة الجارية. جدول الأعمال تضمن مناقشة عروض تهم الدخول الدراسي بالإقليم والتدخلات وكالة التنمية الاجتماعية بالمنطقة. في المتابعة حافظ محضار ودحمان بيريس. جلسة أولى للمجلس الإقليمي لإقليمي في إطار أشغال أولى دوراته العادية، جلسة تداول خلالها الحاضرون بشأن تدخلات الملصقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بعد تقديم عرض لامس إنجازاتها على صعيد الإقليم. عرضنا خرق الدماء خلال هذه الجلسة تناول ظروف الدخول الدراسي للسنة الحالية وبعض الصعوبات والإكراهات القائمة. كان جدول أعمالها يتمثل في نقطتين، النقطة الأولى هي منجزات وكالة التنمية الاجتماعية وأهدافها والهدف من إنشائها. النقطة الثانية هي الموسم الدراسي 2015-2016، كان قد تقدم بعروض السيد المنسق الجهوي لوكالة الوكالة الاجتماعية والسيد المندوب الإقليمي لوزارة التربية والتعليم. تناولنا من خلال العرض أولا معطيات رقمية ومؤشرات تمدروس على المستوى الإقليمي، واللي وقفنا على اساس بانها ادنى المستويات على مستوى الهدر المدرسي على المستوى قياسا مع المستوى الوطني. شفنا 0.50 على مستوى التعليم الابتدائي قياسا الجزء 0.90 على المستوى الوطني. نفس المؤشرات تقريبا هي جد متقدمه قياسا لما هو وطني. تنقلنا المجال ديال الانجازات على مستوى السنه الماليه 2015 وتطرقنا للمحاور ديال الدعم الاجتماعي.
قمنا بتقديم للسادة الأعضاء ديال اللجنة واحد المجموعة ديال الإنجازات ديال وكالة التنمية الاجتماعية على المستوى الإقليم، وكان صراحة نقاش شيق جدا، لأن طرحوا السادة أعضاء اللجنة أعضاء المجلس الإقليمي واحد المجموعة ديال التساؤلات اللي كان طرحوها حتى حنا على مستوى الوكالة اللي مرتبطين بالبحث عن عن البحث عن 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 ابتكار برامج محلية لتأهيل وتكوين جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات. جلسة الثانية يعقدها المجلس في 26 من الشهر الجاري بمدينة بوزكارنا تعرض مستجدات القطاع الصحي بالإقليم، فضلا عن نقاط أخرى يتضمنها جدول أعمال هذه الدورة العادية. وبمقر قاعة الاجتماعات بعملة إقليم بوجدور، عقد المجلس الإقليمي ببوجدور دورته العادية لشهر يناير لتدارس عدد من النقاط المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة. برغين العروسي ومحمد شارة. المجلس الإقليمي لبوجدور وفي دورته العادية لشهر يناير 2016 تدارس أعضاؤه وصدقوا على محضر الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2015. الدراسة والمصادقة أيضا شملت حصر النتيجة العامة لميزانية سنة 2015، كما صادق المجلس بإجماع الأعضاء الحاضرين على تأجيل برمجة فائض ميزانية سنة 2015. هذه الدورة دورة يناير 2016 تضمن نقاط أربع. النقطة الأولى صوت عليها الأعضاء بإجماع السادة الحاضرين، مشكورين على ذلك. النقطة الثانية نقطة الفائض، تم الاتفاق على تأجيل برمجة هذا الفائض. النقطة الثالثة هي نقطة قطاع الصحة التي استثارت بأكبر وقت من عمر الدورة، لأن الإقليم يعاني حقيقة في قطاع الصحة من العديد من الإكراهات وعلى رأسها مشكلة الموارد البشرية. وضعية قطاع الصحة بالإقليم نقطة تمت إثارتها خلال انعقاد دورة هذا الشهر للمجلس الإقليمي. أعضاء المجلس تداولوا حول هذه النقطة التي أسفرت عن عدة توصيات من أجل حل مجموعة من المشاكل العالقة بهذا القطاع، فيما تدخل ممثل القطاع المعني لتوضيح والإجابة عن بعض التساؤلات. آخر النقاط ضمن أجندة الحاضرين كانت بتعيين عضو ممثل المجلس الإقليمي بالمجلس الأعلى للماء والمناخ. من خلال هذه الدورة تم توضيح مجموعة من الإكراهات اللي يعاني منها القطاع وخصوصا الموارد البشرية، وكذلك تم عرض النقاط القوية نتاع الخدمات على المستوى الإقليمي. في نهاية الدورة تم تقديم ملتمس من طرف أعضاء المجلس ورئيس المجلس على أساس الانخراط في واحد الشراكة لتحقيق المتطلبات الصحية. وبعد نقاش مستفيض شارك فيه جميع المتدخلين تمت المصادقة بإجماع الأعضاء الحاضرين على مختلف النقاط التي برمجت في جدول أعمال هذه الدورة لترفع في الأخير برقية الولاء والإخلاص للسدة العالية بالله. في أخبار الحوادث، لقيت سيدة مصرعها فيما أصيب 8 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة نتيجة اصطدام مباشر بين سيارة أجرة كبيرة قادمة من العيون وسيارة خفيفة مرقمة بالخارج كانت في اتجاه مدينة سمارة. الحادثة وقعت على مستوى الطريق الرابطة بين مدينتي الطنطان والوطية بالقرب من مطار الطنطان. مرة أخرى مزيد من الحيطة والحضر. ربورتاج النشرة يرصد لمشكلة تعانيها ساكنة حي الأمل واحد بالعيون، مشكل تواجد أسلاك كهربائية بتوتر متوسط وبقوة 22 ألف فولت بمحاذاة نوافذ البنايات السكنية. ربورتاج في الموضوع مع محمد المصطفى خيا ومحمد مولود من لا يخاف. يقف عامل البناء هذا عاجزا عن تهيئة وترميم واجهة هذا البيت بحي الأمل واحد بالعيون. السبب في ذلك تواجد هذه الأسلاك الكهربائية ذات التوتر المتوسط
على مقربة منه بحوالي نصف متر تقريبا. وضع هاتين الأسلاك الكهربائية ذات قوة ب 22 ألف فولت بهذا الحي وعلى مقربة من واجهات المنازل بات يشكل كابوسا حقيقيا ومعاناة كبيرة في ظل تحدث الساكنة المحلية عن مشاكل تقع يوميا في هذا الصدد. فبحسب هؤلاء فقطع الكهرباء لم يولي عناية فائقة لهذا المشكل ولا لحتى التجهيزات الخاصة بهذا القطاع والمتواجدة بحي الأمل كهذا العمود الكهربائي الذي بات وشيكا على السقوط. احنا درنا عديد من المحاولات للتدخل لإزالة هذه الأخطار الناجمة عن الأسلاك التوتر العالي، ولكن مع كامل الأسف المكتب الوطني للكهرباء كان إجابته ضعيفة. الناس كيبغوا درك يمرطبوا الفرصادة ديالهم، خاصنا ندخلوا للمكتب والمكتب دائما كيتماطل علينا بالإجابة. الناس كيبغوا يصبغوا كيلقوا مشكل، الناس راك عندهم الشراجم دائما مقفولين وراكم شفتوهم في الصورة قبيل، الصورة راهي معبرة. الضوء صراحة خطير على الساكنة والناس ما كتقد صراحة يعني تمرق ولادهم الشراجم لأنه ليشكل عليهم خطورة. لذلك نطالب الجهات المسؤولة أنها تدخل في أقرب وقت لإزالة هذا الخطر على الساكنة، لأن النفس البشرية عند الله تبارك وتعالى أعظم وأكمل، وهذه المسألة يخصهم يحاولوا يدخلوا فيها باش يدفنوا هذه الأسلاك اللي هي كتشكل خطورة في أقرب وقت ممكن. ومحاولة منا لمعرفة حيثية هذا المشكل ولجنا مقر وكالة الخدمات الإقليمية للكهرباء بالعيون. وعلى لسان مسؤولها الأول فوضع هذه الأعمدة الكهربائية والأسلاك تم وفقا لتصاميم التهيئة الموافق عليها من طرف المصالح المختصة في احترام المعايير المعمول بها في هذا المجال، محملا المسؤولية للغير في عدم احترام مخططات التصاميم ومؤكدا على أن الشبكة الكهربائية بحي الأمل واحد بالعيون توجد في حالة جيدة على حد تعبيره. يتم إنجاز الشبكات الكهربائية وفقا لتصاميم التهيئة المصادقة عليها من طرف المصالح المختصة في احترام تام للقوانين ومعايير السلامة المعمول بها. فيما يخص تجزئة الأمل فالشبكة الكهربائية في حالة جيدة لا تستدعي ضرورة لتغييرها أو تحويلها، وإذا ما حصل أي ضرر فهو ناتج بالدرجة الأولى عن عدم احترام الغير للمعايير ولتصاميم مخططة التصاميم. تضافر جهود كافة المتدخلين في هذا المجال سيساهم لا شك في وضع حد لهذه المأساة التي يعيشها حي الأمل واحد، أحد الأحياء الجديدة التي رأت النور مؤخرا بالعيون، والتي كان من المرتقب أن تتوفر على تجهيزات وبنى تحتية تتماشى وحداثته محليا. في الشأنية الاجتماعية نظمت جمعية صوت المدينة بقليميم أمسية خيرية لفائدة أطفال مؤسسة دار الأطفال، فقرات ترفيهية وفنية حملت الاستماع لهذه الشريحة أو حملت الاستمتاع لهذه الشريحة الاجتماعية المحرومة. عيد سرتي حافظ محضار ودحمان بايرس. نزلاء المؤسسة الخيرية الإسلامية دار الأطفال بقليميم كانوا على موعد مع فقرات أمسية ترفيهية وفنية ساهمت في إدخال الفرحة إلى نفوس هذه الفئة التي تعاني الحرمان. المبادرة كانت من جمعية صوت المدينة التي تهتم بالمجال الخيري، وهذه الشريحة الاجتماعية إحدى أولوياتها. كنشكر هاد الناس اللي الله يحمى لديهم دخلوا الفرحه لقلوبنا، الله يحمى لديهم. كنشكر هاد الاطار وهاد الناس اللي جاوا عندنا واللي دخلوا لنا الفرحه لقلوبنا، وهاد المؤطرين وهاد الحفلات اللي داروا لنا، وكنشكرهم كاملهم. المنظمين ديال هاد الامسيه دخلوا الفرحه والسرور على الاطفال، اطفال البراعم اللي كنتمنوا انهم هو اللي غيكونوا جيل المستقبل، وبراعم اللي غادي باتوا الليله واحد ليله فرحين نظرا لهاد الانشطه اللي تقامت، ونظرا للعديد من الاشياء اللي كانوا محرومين منها. ارتأت جمعيه صوت المدينه بتنظيم اول نشاط لها بدار الاطفال بقليميم، بتنظيم هذا النشاط الذي ستكرسه في برنامجها السنوي اشاره للعمل الخيري، وكذلك اشاره للاهتمام بفئة من المجتمع الذي قد يكون في أمس لحاجة لمثل هذه الأنشطة. أمسية فنية ترفيهية كان لها الأثر البالغ على نفوس الأطفال المحرومين، وهم في أمس الحاجة إلى مثل هذه المبادرات الإحسانية.
ننتقل إلى السمارة وإحدى المقاولات الصغرى المتخصصة في النجارة وخصوصا الأواني الخشبية وتحف التزيين، مقاولة رأت النور بدعم من وكالة الجنوب وتحاول تسويق منتجاتها على الصعيدين الوطني والدولي. روبورتاج في الموضوع مع السلك رحال ومبارك الباس. متخذا من الخشب مادة أولية ومستعملا آلات حديثة، ينهمك سليمان مسدور في تحويل الخشب إلى أواني منزلية وأخرى للزخرفة والتزيين، محاولا المحافظة على الموروث الثقافي الأصيل وإحياء ماضي الأواني الخشبية التي كانت لها استعمالات عدة فيما مضى من سالف الزمن. طورت هالشي ديال التزوة ديال اللبن، معروفة غير في الخيمة، أنا حاولت يعني ندخلها للحضارة، يعني تدخل البيوت، يعني تصابناها ودرت لها المغطايه ودرت لها شيء قيم ديالها وبسربايتها، يعني ولات يعني ما مقبوله انها تكون في في في, في البيوت. عود زين، عود يعني متوفره فيه شروط ديال الجوده، وكنربطوهم بواحد السلك ديال النحاس، يعني وخرجت يعني قدحه يعني صحيحه وفي المستوى، يعني كنحاولوا نعالجوا يعني السلبيات اللي كاين في القدحات القدامات. ومع استعمال المادة نفسها، لكن هذه المرة بشكل أدق، حيث يحاول سعيد الأحرش نحت أشكال متعددة على الأخشاب مستعملا آلة خاصة لهذا الغرض، مبحرا في مخيلته عبر عوالم طبيعية وأوصاف لشخصيات بثقة متناهية. نديروا النجارة الفنية، نصوبوا طابلوات ديكادو بيرسوناليزي بحال هكا. يعني كيفاش كجات الفكرة باش وهي في حقها فكرة طورت من بعد، باستفدنا بالماتيريال زعما اللي سهلت علينا بزاف الحوايج، خلتنا نبدعو. كنصوبو دي طابلو دي بورتري دي كادو، شي حاجة التكريمات، كنتعاملو مع جمعيات بحال هكا. مشروع المقاولة الصغرى للنجارة وتطويع الخشب تندرج في إطار دعم مباشر من طرف وكالة الجنوب، مقاولة تسوق منتجاتها الخشبية على المستويين الجهوي والوطني في انتظار تمثيل الإقليم على المستوى الدولي. رياضيا، نادي لرياضة التنس يعزز المشهد الرياضي بإقليم طنطان، نادي يراهن على إشعاع هذه الرياضة بالمنطقة من خلال تكوين أبطال للغد قادرين على حمل مشعل التألق وتمثيل المنطقة أحسن تمثيل. حافظ محضار وعبد الرحيم حاجي. جامع عام يعلن ميلاد نادي طنطان لرياضات التنس الذي سيعزز الإطارات الرياضية بهذا الإقليم. تركيبة جديدة ستأخذ على عاتقها إعطاء نفس آخر لهذه الرياضة التي لا زالت تتلمس خطاها بالمنطقة. تم اليوم تأسيس نادي تنس لطنطان، طبعا متكونا من مجموعة من الفاعلين على مستوى هذا الإقليم. الغاية والهدف هو أولا التحسيس بهذا النوع من الرياضة، وطبعا حث الناشئة على هذا النوع من الرياضة. النادي الجديد يراهن على تأطير جيل من المواهب في هذا النوع من الممارسة الرياضية، جيل يتطلع إلى التألق جهويا وطنيا ولما لا دوليا. في طنطان ما كاينينش بزاف تاع لي كلوب، وملي كنجي هنايا انا كنتعلم وفي نفس الوقت كنتمتع هنايا شويه، حتى ديجا في طنطان ما كاينين والو لا نتعلم منه ولا نترفه فيه. حنايا كنتمناو لو نكونوا ان شاء الله ابطال الا استمرينا في هاد الرياضات. يلا بدينا كنلعبوا بشي غادي نكونوا ابطال وبصحه زوينه. هاد الاطفال كيحبوا هاد الرياضه وراه غادي مزيان، بغينا نكونوا ابطال. وراه تقريبا دابا عندنا 17 واحد طفل كيحبوا هذه الرياضة مزيان. قاعدة رياضية شابة تراهن إذن على التألق مستقبلنا في هذا الصنف من الممارسة الرياضية الذي أنجب أبطال المغاربة بصموا على إنجازات عالمية. قراءة الصحف مع الزميل عياد سرتي. نستهل قراءتنا لجديد الصحف الصادرة يوم غدنا الخميس من يومية المساء، وكتبت: وقع المغرب 3 اتفاقيات مع بنما في مجال الموانئ والنقل البحري. الوفد المغربي عقد لقاء عمل مع عدد من المسؤولين البناميين، تناولت استكشاف سبل تعزيز الشراكة والتعاون في مجال النقل البحري والخدمات المينائية. وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار خلال اللقاءين على أن الإرادة التي تحدو بنما والمغرب
يمكن أن تساهم في إقامة شراكة استراتيجية مربحة بالنسبة للبلدين. وارتباطا دائما بجديد الصحف الصادرة يوم غدنا الخميس، كتبت صحيفة آخر ساعة: حذرت أحزاب المعارضة الجزائرية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من جر البلاد إلى نفق مسدود بسبب اعتمادهما، وصفته بسياسة فرض الأمر الواقع، وذلك بعد إحالته مسودة تفعيل الدستور إلى المجلس الدستوري لإصدار حكم بشأنه دون عرضه على استفتاء شعبي الذي كان أبرز مطالب المعارضة بالجزائر. وكشفت آخر ساعة في باقي تفاصيل الخبر أن المعارضة الجزائرية ترفض مشروع الدستور معتبرة إياه غير ديمقراطي وغير توافقي وفاقدا للشرعية والمصداقية. يومية أخبار اليوم كتبت في عددها الصادر يوم غدنا الخميس: أفادت خريطة اليقظة لوزارة الخارجية الفرنسية والتي تم تحيينها عقب التفجير الانتحاري أمس الثلاثاء بإسطنبول أن المغرب هو البلد الوحيد الآمن جنوب الحوض المتوسطي بالنسبة للمواطنين الفرنسيين. وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية على هذه الخريطة الموجهة للفرنسيين بالخارج أن هناك فقط 40 بلدا آمنا من ضمنها المغرب من بين 191 بلدا بالعالم. وأضاف المصدر أن المملكة المغربية هي البلد الوحيد شمال إفريقيا الذي يوجد ضمن المنطقة الخضراء على هذه الخريطة، فيما صنفت باقي بلدان المنطقة ضمن قائمة البلدان التي ينصح بعدم زيارتها أو تجنب زيارتها إلا عند الضرورة. ونختم جولتنا عبر جديد الصحف من يومية الأحداث المغربية، وكتبت: أشاد المشاركون في اجتماع دولي حول المقاتلين الإرهابيين الأجانب احتضنته لاهاي أشاد عاليا بنجاعة المقاربة المندمجة التي يعتمدها المغرب في مجال الحرب على الإرهاب. ونوه المشاركون في هذا الاجتماع أيضا بانخراط المملكة في الجهود التي تبذلها المجموعة الدولية في الحرب ضد الإرهاب وبالتعاون المثمر مع المغرب في هذا المجال. وبحث المشاركون خلال هذا الاجتماع الإجراءات الكفيلة بدعم الجهود الدولية في الحرب ضد الإرهاب وسبل تعزيز التعاون الدولي في مجال أمن الحدود ومحاربة تمويل الإرهاب والوقاية من التطرف. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم عبد الرحمن بن عبد المولى عبيلين عن سن تناهز 88 سنة. الفقيد ينتمي لقبيلة أولاد تدرارين أهل الطالب علي. كما انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم البشير ولد محمد ولد سيد إبراهيم عن سن تناهز 76 سنة. الفقيد ينتمي لقبيلة الشرفاء أولاد بسبع. كما انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم الحبيب السالك بودناني عن سن تناهز 48 سنة. الفقيد ينتمي لقبيلة الشرفاء الرقيبات. وانتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة عائشة داود بنت الحسين عن سن تناهز 97 سنة. الفقيدة تنتمي لقبيلة يكوتة. تغمد الله الجميع بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه راجعون. والآن ننتقل للفقرة الخاصة بحوار الطقس المرتقبة بأقاليمنا الجنوبية اليوم غد إن شاء الله، إذا يرتقب أن يكون الطقس مستقر مع مرور سحب عليا فوق مجموعة عشان المنطقة. درجة الحرارة الدنيا المسجلة ببلادنا غدا إن شاء الله 23 درجة بالعاصمة الرباط. اثنين وعشرين درجة بطاطا، 25 درجة بقليميم، 24 درجة بكل من أسا والزاك، 26 درجة بطنطان والطرفاية، 30 درجة بالعيون، 27 درجة بسمارة، 29 درجة ببكرة، 29 درجة أيضا ببوجدور، 27 درجة بقلتة زمور، 28 درجة بمدريقة، 31 درجة بالداخلة وسرد، 33 درجة بالكوارة. حالة البحر بالواجهاتية الأطلسية: سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والجديدة وهائج ما بين الجديدة والطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طرفاية والكوارع. شروق الشمس بمدينة العيون غدا إن شاء الله سيكون على الساعة 7:48 دقيقة، أما الغروب فسيكون في حدود الساعة 6:15 دقيقة بحول الله. درجة الحرارة ببعض المدن المجاورة لبلادنا 24 درجة بكل من تندوف،
الرابوني تودني 30 درجة بزوارات 34 درجة بن وذيب 32 درجة بأطلال 38 درجة بكل من نواكشوط وكيهيدي و35 درجة بباماكو. إلى التذكير بأبرز عناوين هذه النشرة: منتدأ كرانس مونتانا يعود إلى الداخل في الفترة ما بين 17 و22 من مارس المقبل. وبالعيون تابعنا ربطاج عن الأسلاك الكهربائية المحاذية للبنايات السكنية. وتابعنا أيضا في الرياضة بطنطان الإعلان عن تأسيس نادي محلي في رياضة التنس. نذكركم مشاهدينا الكرام أنه يمكنكم مشاهدة نشرة أخبار قناة العيون على موقعنا على الإنترنت smrt.com، كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعتي العيون والداخل الجويتين عبر موقع المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية كورتاس.com، كما يمكنكم متابعة نشرات الأخبار وجديد البرامج عبر الهواتف الذكية وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأبل ستور وجوجل بلاي. كما تلتقون معي هذه النشرة غدا على قناة المغربية في حدود الساعة 4:15 إن شاء الله. غدا إن شاء الله تلتقون مع الزميلة نعيمة الداودي. شكرا لكم على حسن المتابعة ولنلتقى بحول الله.